وللمتابعة ينضم إلينا من القاهرة عطية عيسوية، الصحفي المتخصص في الشؤون الإفريقية. سيد عطية، ما الذي يمكن أن يكون يحمله معه رئيس الوزراء الإثيوبي في هذه الزيارة؟ يعني أعتقد أن هذه الزيارة مبشرة في ضوء سياسة التصالح التي أعلنها وبدأ ينفذها رئيس الوزراء الأثيوبي منذ توليه السلطة في مارس الماضي، حيث أعلن التزامه بحل المشكلات مع دول الجوار، وبدأ بالفعل بقبول اتفاق السلام مع إريتريا وحكم محكمة التحكيم الدولية الخاصة بالحدود مع إريتريا، وأيضا كان قد وأد فتنة بين المسيحيين والمسلمين قبل توليه رئاسة الوزراء داخل إثيوبيا، مما يدل على أنه شخصية تصالحية. ونأمل أن تؤدي زيارته إلى وضع إطار يجعل مباحثات بين وزراء الري والخبراء الفنيين الخاصين بسد النهضة وأيضا وزراء الخارجية أكثر مرونة، الأمر الذي يمكن أن يفتح الباب لإيجاد نعم، حل جذري للمشكلات القائمة بين البلدين. ولكن البعض تحدث على أنه من الصعب أن يتنازل رئيس الوزراء الإثيوبي عن أي مكاسب حتى لا يفقد شعبية وهو في بداية طريقه أو في بداية هذا المنصب. يعني هذا صحيح، لكن المشكلات يمكن حلها بطرق أخرى غير التي اعترضت عليها إثيوبيا وغير التي طلبت مصر يعني أن يتم حلها بها. مثلا يمكن الخلاف حول إدراج معاهدة 1959 التي تقسم المياه بين مصر والسودان في الأسس التي سيتم على أساسها إجراء الدراستين اللتين ستحددان سلبيات السد من عدمه من جانب المكتب الاستشاري الفرنسي. هذه يمكن حلها بطريقة أخرى، مصر تصر عليها وأثيوبيا ترفضها، ويمكن حلها بطريقة أخرى بحيث يعني لا تحرج أثيوبيا ولا تضر بمصالح مصر المائية. هناك مشكلة عدد سنوات ملء بحيرة نعم، السد، أثيوبيا تقول 3 سنوات ومصر تطالب ب7 سنوات على الأقل، يمكن التوصل إلى حل وسط. هناك منظومة التشغيل المتزامن للسد العالي مع سد النهضة مع سدود السودان أيضا يمكن إيجاد حل لها. هذه القضايا يمكن حلها لو توفرت الإرادة السياسية، وبناء على هذه الإرادة السياسية وإطار العمل الذي يتم التوصل إليه والالتزام به سيقوم الفنيون ووزراء الري بوضع الحلول المشتركة، بالإضافة إلى مجموعة البحوث التي اتفق على تشكيلها في اجتماع أديس أبابا الأخير للمساعدة وإيجاد أو اقتراح الحلول اللازمة لهذه المشكلات. الأمر يحتاج إلى أمرين لنجاحه، الأول هو نجاح الفنيين في إيجاد حلول، وثانيا التزام الرئيس الوزراء الأثيوبي بما يتم الاتفاق عليه في القاهرة بعد عودته إلى أديس أبابا، وألا يرضخ للمتشددين في نعم، من قيادات التحالف الحاكم الذين يمكن أن يعترضوا ويعطلوا ما تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. سيد عطية عيسوي، الصحفي المتخصص في الشؤون الإفريقية، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك.